اهلا بيكم يا جماعه، اهلا بيكم في لقائنا الاول في برنامجنا مع الدكتور. احنا توقفنا لكم شهر ورجعنا تاني معاكم، وان شاء الله باذن الله في لقائنا الجديد نقدر نكون اكثر فائده واكثر خدمه لحضراتكم. البرنامج هيبقى ان شاء الله كل يوم ثلاث، وهيبقى في هيبقى كل يوم ثلاث باذن الله. وان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونقدم لكم برنامج اكثر، يعني دائما في جديد ليكم ودائما مفيد ليكم. انا مركز جدا في البرنامج مع الدكتور المره دي على الامراض بشكل خاص جدا، فمش هدخل قوي في البعد الاجتماعي والمشاكل الاجتماعيه اللي كنت احيانا بخش فيها. فأنا كل شغلي في البرنامج مع الدكتور هيبقى عن الأمراض، والنهارده بإذن الله هنتكلم عن السكر، وبالذات السكر من النوع الأول. والفكرة كلها إن اللي أنا عايز أقدمها لحضراتكم هو إن السكر وأي مرض في الدنيا هو له بعد شعوري. فالنهارده معظم ان واحنا بنتعالج عاده الدكتور بيكتب لنا ادويه، بيوصف لنا ايه ناكله ايه ما ناكلوش، فبيهتم جدا بالتغذيه، احيانا بيطلب ويهتم بالرياضه، وقطعا بيقعد يتكلم عن النوم والراحه. وكتير من الدكاتره النهارده والاطباء بيتكلموا عن تجنب التوتر، تجنب التوتر، تجنب التوتر. لأنهم عارفين إن التوتر والاضطراب النفسي بيؤدي إلى المرض، وبيساعد جدا على زيادة حدته وزيادة أعراضه. وده البعد اللي أنا جاي أكلمكم عنه في برنامج مع الدكتور، لأن ده البعد اللي أنا متخصص فيه شخصيا، اللي هو البعد الشعوري، البعد النفسي للأمراض. أنا جاي أكلمكم في البرنامج مع الدكتور عن البعد النفسي للأمراض، لأن كل مرض هو في الواقع صورة جسدية لاضطراب أو اضطراب في المشاعر، أو بستخدم كلمة اضطراب في المشاعر دي ما حدش يسمعها إنها شتيمة. اضطراب في المشاعر يعني اضطراب في المشاعر، يعني زهقان، قرفان، تعبان، مش طايق نفسي، اللي هي الحاجات اللي إحنا كتير قوي بنتزحلق فيها طول النهار دي او كل يوم. بس هي النقطه كلها ان هي الجديد اللي احنا بنقدمه هنا ان كل مرض له بعد شعوري خاص، مش مجرد انه زهقان، مش مجرد انه قرفان، مش مجرد انه متضايق. يعني كتير قوي بسمع اطباء زملائي لما بيجي ينصحوا المرضى عندهم، انبسط، روق نفسك، خد لك يومين، روح اقعد على البحر، خد بالك من اكلك، ما تتنرفزش، ما تتضايقش. كلام عام جدا، كلام عام جدا، وعمليا ما حدش يعني اخرتها الواحد اتفسح في يوم وبتاع، لكن المشاعر المتأججة او المشاعر اللي جوه البني ادم اللي بتسبب المرض موجودة هي هي، سواء انا قاعد في البحر ولا قاعد وسط اهلي ولا انا في اي ولا حتى رايح اتفسح. فالفكرة انا كلها ان كل مرض له بعد شعوري خاص جدا، وده اللي احنا جايين نتكلمكم عنه في برنامج مع الدكتور. لان البعد الشعوري ده مهم قوي لينا ان احنا نستفيد بيه، لانه ممكن يؤثر بشكل ايجابي كبير جدا على التطور الايجابي للمرض، اللي قد يصل الى حد كبير جدا من الشفاء، وقد يصل الى الشفاء الكامل كمان. البعد النفسي والبعد الشعوري بعد مهم جدا، لان في الواقع احنا كائنات شعوريه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه كائن شعوري اولا، وبعدين خلق له جسم. الانسان مش جسم مخلوق له مشاعر، احنا كائنات شعورية مخلوق لها جسم بشري، وبالتالي الجسم البشري هو حقيقة تابع، يعني مش هو مش تابع، لكن تابع غلط. هو الجسم البشري هو صورة تبقى الأصل من المشاعر، وبالتالي اضطراب
او اي مشاكل او اي صعوبات شعوريه هتنعكس مباشره على الجسم البشري، وهتنعكس مباشره على شكل اعراض ولو بسيطه، هرشه كده بسيطه، نغزه في اي منطقه في الجسم، حبايه تطلع في الوش، الاقي مثلا مناخيري نزلت ميه، مناخيري مره نزلت بنف كده قعدت منزله دم ومتكررش تاني، هي مره واحده خلاص. فحتى الاعراض البسيطه دي، او بسرح شعري الاقي شعري مليان شعر او في شعر كتير اللي وقع شعري. فالاعراض وحتى الاعراض البسيطه دي اسبابها لها اسباب شعوريه. وانا النهارده جاي اكلمكم بالذات عن السكر، وبالذات عن السكر من النوع الاول، وباذن الله احنا الشهر الاسبوع الجاي يوم الثلاثاء الجاي هنعمل حلقة مفتوحة، هنعمل حلقة مفتوحة في دبي يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله، هنعمل حلقة مفتوحة في دبي هنناقش فيها الأمراض بشكل عام، مش هنناقش السكر بشكل خاص. وهيبقى في قاعة في دبي هنعلن عنها، واللي يحب يقدر يشارك معانا من الإمارات، من دبي، من أبو ظبي، من الشارجة، من أي عجمان، من الإمارات كلها طبعا اهلا بيه. وهننزل اعلانات عن المكان، والزمان هو نفس الزمان اللي احنا فيه ده، او اظن هيتغير مش عارف بصراحه. فهيعلنوا هنعلن عن المكان وعن الزمان اللي هنعمل فيه الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله في الامارات. وبالتالي انا النهارده جاي عايز اتكلم معاكم، هدردش معاكم شويه كده في المقدمه عن السكر من النوع الأول، وعن وبعد كده ممكن ناخد شوية أسئلة. أنا عندي شوية أسئلة حضراتكم بعتينها، وعندي برضه ممكن ناخد شوية مشاركات كمان من حضراتكم. السكر مرض عام، يعني السكر مرض من الأمراض اللي بيشمل أو يؤثر في جميع أنسجة الجسم. فعادة في الأمراض بيبقى في نسيج مصاب. السكر من النوع الأول بالتحديد بيبقى سبب المشكلة إن الجهاز المناعي في الجسم بيهاجم خلايا بيتا في اللي بتفرز الأنسولين في البنكرياس. خلايا بيتا، خلايا هي عباره عن غده صماء، غده صماء بتفرز الانسولين. الانسولين شغلته ان هو يسهل دخول السكر من الدم للخليه عشان الخليه تقدر تحرقه، لان السكر هو لو جاز التعبير البنزين، مصدر الطاقه بتاع الخليه. فالسكر بيروح للخلايا كلها عن طريق الدم، وبالتالي مهم جدا ان الخلية تقدر تاخد السكر. فامتناع لو مع نقص الانسولين او غيابه، مع نقص الانسولين او غيابه، هنبص نلاقي ان الخلايا مش قادرة تمرر السكر. السكر ما بيخشش لجسم الخلية نفسه، وبالتالي الخلية ما بتقدرش تحرق السكر. فالسكر بيعلى جدا في الدم لأن هو ما بيستهلكش، في إفراز سكر وبيعلى جدا السكر في الدم، لكن هل الخلية تقدر تاخده وتستفيد بيه؟ لا، ما بتقدرش تاخده وتستفيد بيه. ليه؟ لأن الأنسولين قليل. ليه الأنسولين قليل؟ لأن خلايا بيتا اللي بتفرز الأنسولين مقتولة. مين قتل خلايا سكر، خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين؟ الجهاز المناعي. فالقصه هنا عباره عن جهاز مناعي بيهاجم الخلايا اللي بتفرز الانسولين، وبالتالي السكر بيفضل موجود في الدم وبيعلى احيانا بشكل كبير، لان الخلايا ما بتقدرش تهضم، ما بتقدرش تستوعب السكر. من النوع الاول من الامراض
اللي ملهاش علاج بالمعنى التقليدي، بس هي لها ان المريض عادة بيعيشها الانسولين. ان الانسولين بدل ما بياخده عن طريق او بيبقى بينتج طبيعيا من خلايا بيتا، الانسولين بدل ما بينتج طبيعيا من خلايا بيتا، الانسولين بي 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 بيتاكل بالحقنه، واخد حقنه انسولين. وفي بقى انواع كتيره من حقن الانسولين اللي هو بيبقى بتشتغل بسرعه واللي بتشتغل ببطء، او عشان يقدروا الدكاتره اخصائيين السكر يقدروا ينظموا بيها مستوى الجلوكوز في الدم. فالفكره هنا عايزين النهارده نتكلم عن السكر النوع الاول. السكر النوع الاول في مشكلتين اساسيتين، نتكلم على البعد الشعوري للسكر من النوع الاول. في مشكلتين اساسيتين، ايه المشكلتين الاساسيتين؟ في جهاز مناعي نشط وبيهاجم نفسه، بيهاجم خلايا الجسم، وفي خلايا بيتا اللي هي بتنتج الانسولين مش ماتت، اتقتلت، ضعيفه بسبب الجهاز المناعي، وبالتالي مفيش انسولين، وبالتالي الخلايا ما بتقدرش تاخد السكر. انا عندي مشكلتين اساسيتين، جهاز مناعي بيهاجم جسم الانسان نفسه مش بيدافع عنه، وعندي خلايا بيتا ميته والانسولين ضعيف جدا، وبالتالي او مش ضعيف جدا، وبالتالي مفيش الخلايا ما بتقدرش تاخد الانسولين. وبالتالي مريض السكر من النوع الاول ممكن يشتكي غالبا من درجات عاليه جدا من السكر. يعني عاده السكر من النوع الاول بتوصل قراءات السكر فيه بشكل يعني كثيرا، ما نلاقي مريض السكر من النوع الاول بيشتكي من سكر عالي جدا اكتر بكتير من شكوى مريض السكر من النوع الثاني. طيب ايه اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده؟ اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده عن ليه ده بيحصل؟ ليه مريض السكر من النوع الاول؟ ليه مريض السكر من النوع الاول بيشتكي الشكوى دي؟ ليه مريض السكر من النوع الاول بيشتكي الشكوى الشديده الخاصه بالسكر؟ هل انا هتكلم بقى، انا شرحت الفكره، انا شرحت الفكره من الناحيه الطبيه، لكن عايز اشرحها بقى من الناحيه الشعوريه. فمن الناحيه الشعوريه السكر عايز اقول مقدمه قبل ما اخش في السكر. مقدمه ايه هي؟ ليه السكر؟ السكر له معنى عاطفي عند الإنسان. السكر له معنى عاطفي عند الإنسان. السكر مرتبط جدا بالاحتفال، مرتبط جدا باللمة. فإحنا ما بيجي لنا ضيف بنعمل له حاجة حلوة، بنقدم له حاجة حلوة. فإحنا بنقدم في العالم كله على فكرة، في العالم كله دايما الاحتفال بالضيف، دايما الاحتفال بشكل عام. اما الناس بتحتفل في مناسبات بيحتفلوا باكل حاجات حلوه، حلويات. اما بيجي لنا ضيوف بنحب ناخد حلويات. اما بي بن فرحانين بنجيب حلويات، عايزين نجامل حد نروح له بحلويات. فدايما الحلويات مربوطه جدا في ثقافتنا، ومش الثقافه العربيه بس، في كل الثقافات دايما الحلويات مربوطة بالاحتفال والفرحة. فأي فرحة وأي جامعة وأي لمة فيها ليها حلويات. فمريض السكر، مرض السكر نوع أول ونوع تاني، في الواقع هو مرض مرتبط بشكل واضح جدا باللمة، مرتبط بشكل واضح جدا بالانتماء، مرتبط بشكل واضح جدا بان احنا ملمومين مع بعض. مريض السكر من النوع الاول
الكلام ده ينطبق على عمليه سكر من نوع تاني على فكره. آه ال ال ولو ان الشعورين مختلفين، بس هو الاثنين الفرق اللي يجمع السكر النوع الاول والسكر النوع الثاني، ان الاثنين شعوريا اللي بيجمع بينهم شعوريا هو الانتماء الشديد. فمريض السكر النوع الاول دايما عنده بيبذل جهد عالي جدا علشان يظهر للموجودين انتمائه. مريض السكر النوع الاول بيبذل جهد عالي جدا علشان مريض السكر من الاول بيبذل جهد عالي جدا علشان يوري دايما اللي حواليه ان هو منتمي ليهم او ان هي منتميه ليهم. موضوع الانتماء ده عندهم موضوع متكهرب جدا وموضوع عالي جدا، وبالتالي بيحطوا طاقه عاليه جدا، طاقه مزعجه حقيقه في اظهار كم هم منتمين. فتلاقي دايما مريض السكر من النوع الاول تلاقي الذكر بيبذل جهد جدا، وبيبين دايما ان هو مهتم جدا 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 بناسه باهله باصحابه، وبيحط معاهم جهد عالي جدا جدا، بيحط معاهم جهد عالي. مريض السكر النوع الاول بتبين اهتمامها الشديد وعينيها على طول على ناسها واهلها واولادها وجوزها وعيلتها، دايما بتبين قد ايه هي مهتمه. ف الجهد اللي بيتبذل ده، في سواء عند الانثى بطريقتها اللي فيها اهتمام ورعايه، والذكر بطريقته اللي فيها دايما بيقدم حلول ودايما بيوريهم حاجه، بيوريهم يشرح لهم حاجات، ينور لهم طريقهم. ده اسلوبهم هما الاثنين في الوصول الى المجتمع بتاعهم ليستحقوا الانتماء. انا عارف ان انا بتكلم دلوقتي بالذات مرضى السكر من النوع الاول بيجدوا صعوبه في قبول الكلام اللي انا بقوله، بيجدوا فيها صعوبه شديده، بس انا بنصحهم من قلبي ان هم يسمعوا الكلام ويفكروا فيه يعني، ويقلبوه في حياتهم في دماغهم كده، ويشوفوه ماشي معاهم ولا لا. ان هم الوهله الاولى عاده هم ما بيحبوش نهائي، مريض السكر من النوع الاول ما بيحبش نهائي ان هو حد يواجهه بما هو يعتبره نقص. لان انا في الجلسه دلوقتي في اللقاء بتاعنا النهارده انا مش بتكلم عن نقص مريض السكر النوع الاول، انا بتكلم عن مشاعره. والمشاعر اللي عند مريض السكر النوع الاول مش موجوده عند كل البشر، بس ليه هو مرض السكر النوع الاول؟ لان هو المشاعر دي عنده حاده ومتكرره عني وعن اي انسان ما عندوش سكر النوع الاول. لكن مجموعه المشاعر اللي عند مريض السكر النوع الاول موجوده عند الناس كلها. ولذلك كلكم تقدروا، كل اللي بيسمعوني وربنا يحفظكم جميعا ويديكم الصحه ويشفي مرضى السكر من النوع الاول. لكن كلكم هتلاقوا عندكم نفس المنظومه دي الشعوريه دي، اللي هو الرغبه في الحفاظ على الارتباط العائلي في بعضنا، عن او الارتباط الاصدقاء او الانتماء، بنحب الانتماء او مش لازم بنحب الانتماء، بنحب نحافظ على الانتماء، بنبذل جهد عشان نحافظ على الانتماء، مهتمين بالانتماء. ففي بعضنا موضوع الانتماء ده عنده سخن جدا وعميق جدا وقوي جدا، وقد يصل بيه الامر الى سكر النوع الاول. في بعضنا الموضوع عنده بسيط يعني بيهتم بس، يعني خلاص ما حصلش حاجه، يعني مش مشكله يعني. فالفكره هنا ان احنا جايين النهارده نوضح ان احنا لو قدرنا ننتبه ان السكر من النوع الاول كمرض وبعد الشعوري، ان له بعد شعوري بيسببه، بالتالي هنقدر نتعامل مع البعد الشعوري ده بشكل افضل. هنقدر نتعامل مع البعد الشعوري ده بشكل افضل. وبالتالي هنقدر يبقى جودة حياتنا احسن، لان المشكلة كلها حضراتكم ان اي مرض، والنهارده بنتكلم عن السكر النوع الاول، بيعكس اضطراب في جوده الحياه، فجوده حياتي مش عاليه. رغم ان انا مريض يبقى انا عندي مشكله في جوده حياتي. منظور ممكن يكون جديد على بعض حضراتكم. ان انا طالما ان انا مريض يبقى اذا جوده حياتي مش هي اعلى جوده حياتي، في هنا مشكله في جوده حياتي. انا مريض السكر النوع الاول مشغول جدا
ان هو مشغول جدا بصورته. وعيسو كان مشغول جدا بصورته، فهو دايما عايز يبان في صورة جميلة جدا، عايز يبان في احسن صورة ممكن يبان فيها، وحريص على صورته او على صورتها، نفس الشيء حريص على صورته، لان هي صورته هي الأداة اللي هو بيستخدمها علشان، او بتستخدمها علشان يطمن ان اللي حواليه متمسكين بيه ومش هيتنازلوا عنه. فبيبذلوا جهد عالي جدا للحفاظ على الصورة، وده مش عيب، مش عيب ان انا احافظ على صورتي في مجتمعي وفي وسط الناس، لكن المرهق ان انا انزعج من اي اضطراب في صورتي، لان احنا في الاخر احنا مش، احنا كائنات يعني ضعيفه. ربنا بيوصف الانسان هو خلق ضعيف، الانسان مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف الانسان، وبالتالي لن يسري على الانسان الكمال. مريض السكر النوع الاول باحث عن الكمال، او مريض السكر النوع الاول يعني يبحثوا بشده عن الكمال والاكتمال بشكل شديد جدا، بشكل يصل الى حد يعني شكل مزعج جدا بالنسبه لهم. وبالتالي كلنا بنحب الكمال، هو الكمال ده فيه حاجه وحشه؟ الكمال ده جميل جدا، بس الفكره كلها ان الكمال لو زاد عن حده بيبقى مرهق جدا، لان لا اقبل الا الكمال. لا اقبل الا الكمال. وبالتالي لو حصل اي اهتزاز في الصوره، اي اهتزاز في الكمال، فده شيء مزعج جدا. وبالتالي ده يعني سؤال انا بوجهه لكل اللي حاضرين معانا من مرضى السكر من النوع الاول. اسال نفسك كده، شوف اخر مره السكر بتاعك عالي جدا، 400 500، رقم عالي جدا. هتلاحظ ان في المره دي بالتحديد انت او انت كان عندك مش كان في مشكله واضحه انك مش خاصه بالشعور ان انا مش في احسن صوره قدام الناس اللي يهموني في هذا الموقف. على فكره احيانا بتصحى من النوم وانت مش واكل، وما عندكش مشكله في الاكل ومظبط الانسولين بتاعك قبل ما تنام، وتصحى من النوم بسكر 400 500. ده بسبب ان في الحلم حصل موقف انت لم تشعر فيه، او انت لم تشعري فيه بالكمال، وان شعرت فيه ان الصوره بتاعتي الصوره مش احلى صوره. الموضوع الصوره والكمال ده موضوع بيشغل مريض السكر النوع الاول او مريض السكر النوع الاول بشكل كبير جدا. وبالتالي هنلاحظ دايما ان السكر النوع الاول، ان ارتفاع السكر الشديد اللي بيحصل مش بالضروره مرتبط بتظبيط الانسولين او مظبوط مرتبط بالاكل، لان يعني دايما احنا في ثقافه عندنا ودي اتعلمناها في كليه الطب وبنعلمها للمرضى، ان السكر مرتبط بشكل شديد جدا، السكر مرتبط بشكل شديد جدا بالاكل، وبالذات السكر النوع الاول والسكر النوع الثاني. بس السكر النوع الاول كلت حاجه خلاص السكر هيضرب. لكن انا عايز اسال سؤال لمرضى السكر النوع الاول، هل ما لاحظتش مره ان سكرك عالي جدا وانت ما كلتش حاجه؟ ما لاحظتش مره ان انت كلت وممكن تكون كلت حلويات واكلت والسكر معليش؟ حضراتكم استرجعوا التجربة دي في حياتكم وهتلاحظوا ان التجربة دي حصلت عدة مرات، كثير من المرات كمان، ان السكر عندكم بيعلى بدون سبب واضح، على الرغم ان انتم ما كلتوش حاجة، وعلى الرغم ان انتم مظبطين الانسولين بتاعكم، وهتلاحظوا ان السكر مظبوط على الرغم ان انتم يعني في اهملتوا في النظام الغذائي. فحقيقة السكر مرتبط بشكل كبير جدا، اضطراب السكر ومستويات السكر في الدم مرتبطة بشكل كبير جدا بالحالة الشعورية اللي مرتبطة بشعور الانتماء، ومرتبطة بشعور مرتبطة بشعور الانتماء، ومرتبطة باضطراب صورة الكمال عند صاحبه. بعد المقدمة ديت أنا هبدأ آخد أسئلة، بعد المقدمة دي أنا هبدأ آخد شوية أسئلة موجودة عندي، وبعد كده
وبعد كده لو في حد يحب يسأل اونلاين اهلا بيه. سؤال او بيقول لي هل في علاقة بين مرض السكر والتمسك بالرأي، بمعنى ان انا عايز كل حاجة تتعمل بالشكل اللي انا شايفه في الوقت اللي انا شايفه وعدم المونة؟ سؤال غريب قوي، سؤال غريب قوي. هو مريض السكر من النوع الاول بالذات ما بيتنازلش عن رأيه بسهولة، لان هو بيخاف جدا على صورته، وبالتالي اي حاجه قد تمس صورته من قريب او من بعيد، او تمس مظهره او شكله في المجتمع من قريب او من بعيد، بيبقى ما هوش متفاعل قوي معاها، وما هوش سهل قوي معاها. السلام عليكم، هل السكر الوراثي يتاثر بالمشاعر؟ هل السكر الوراثي يتاثر؟ انا مش مؤمن ان السكر وراثي بصراحه، يعني بوضوح يعني، لكن مفيش حاجة اسمها سكر، مفيش حاجة اسمها سكر وراثي أو مرض وراثي. أنا ده الشغل اللي أنا بشتغله. لكن طبعًا الطب بيقول إن في أمراض وراثية، فأنا بقول إن السكر مش وراثي، ولو أنت مصر إن السكر وراثي، سكر وراثي مش وراثي، هو أصلًا مشاعر مش ارتباط في الأكل. السؤال بيقول أنا أبحث دائمًا عن علاقة مرض السكري بالمرض النفسي، وعندي تأكد بأنها مرتبطة إني مريض سكر من سوري. وهو ده حضرتك بتقول اللي أنا بقوله، إن أي إن بس أنا ما بقولش مرض نفسي، أنا مش مؤمن قوي بحكاية المرض النفسي. حاجة ما بتزهق، بتتضايق، بتتنرفز، بتبقى متغاظ، في مشكلة شعور عندك، ده مش مرض نفسي، ده اضطراب، واحد متضايق شوية كده وخلاص. فالسكر طبعا مرتبط بالاضطرابات النفسية دي، مرتبط بشكل واضح جدا، وزي ما قلت السكر مرتبط جدا بخوف شديد على الانتماء، وشعور بان انا ببذل ان انا ببذل جهد، او ان انا مش لاقي حل، او مش عارف اتصرف، او محتاج اتصرف اكتر في ازاي اكون اكثر انتماء. فهو مريض السكر من النوع الاول عايز اللي حواليه دايما ينتبهوا له ويبصوا له، ويشعر هو ان هم عايزينه وان هو ينتمي ليه. فطبعا في علاقه نفسيه مع المرض واضحه جدا. السؤال اللي بعديه، المضاعفات سببها ايه؟ مريض السكر مش محروم من حاجه وبياكل اكل صحي ومحسوب، ازاي شخص مريض ياكل حلويات والسكر اللي يرتفع؟ ازاي شخص مريض ياكل حلويات والسكر لا يرتفع؟ انا مش فاهم السؤال. بس الفكره هنا ببساطه انا جاوبت على الكلام ده، ان السكر ممكن يعلى والانسان مظبط الانسولين بتاعه ومش وماشي على نظام غذائي، والعكس صحيح، ان السكر ممكن ما يعلاش والانسان مش لا مظبط الانسولين بتاعه ولا بياكل اكل صحي. هل سبق للدكتور عن تحدث عن السبب الشعوري لمقاومه الانسولين؟ هو مقاومه الانسولين مش موضوعنا النهارده، ان مقاومه الانسولين ماشي مرتبط جدا بسكر من النوع الثاني. فمقاومه الانسولين بيبقى الـ مش مشكله، مش في خلايا بيتا وفي الانسولين، المشكله ان الخليه نفسها ما بتقبلش سكر، وده مشابه ده في تصنيفه كمرض بيبقى سكر من النوع الثاني، وده هنتكلم عنه باذن الله في الحلقه الثالثه، مش الحلقه التالتة، مش الثلاثه الجاي، الثلاثه اللي بعدين. السؤال اللي بعديه بيقول انا عندي السكر من النوع الثاني، واصبحت اراقب لومي لذاتي، لكني دائما اتعرض للوم من الزوج خاصه، وكمان الانتقاد يؤثر في شعوري، رغم محاولتي لتقليل الانتقاد افشل في كثير من الاحيان في السيطره عليه. هو الاستاذه سكر من النوع الثاني، طبعا هنا الانتقاد بيجرح جدا مريض السكر من النوع الاول ومن النوع الثاني، لان الانتقاد معناه ان انا مش في احلى صوره، فده يعني دي مشكله، دي مشكله كبيره، موضوع الانتقاد وموضوع اللوم الذات. مريض السكر من النوع الاول ومن النوع الثاني عندهم مشكله كبيره جدا في النقد ولوم الذات، وهم دايما بيلوموا نفسهم، ودايما عندهم جلد ذات عالي جدا، ودايما بيقارنوا، المقارنه وجلد الذات عندهم عاليين جدا، ودي مزعجه، مزعجه لابعد حدود الازعاج. ايه تفسير الطفل الصغير زي سنه او سنتين مصابين بالسكر من النوع الاول؟ ليس لديهم اي احساس او شعور بالاحراج رغم ذلك يصابون بالسكري. الطفل اللي ممكن طفل يتولد بالسكر لان هو مولود بالمنظومه الشعوريه من امه. يعني الاطفال بيتولدوا جايين بامراضهم الحمد لله، لان هم الام بتتعرض لمواقف اثناء الحمل
المواقف دي بتؤثر على الطفل اكثر ما بتؤثر على الام، وبالتالي نلاقي ان الطفل مولود بامراض زي السكر من النوع الاول. وفكره ان الطفل ما عندوش احساس ولا شعور وبتاع والكلام ده، لا عنده، لا عنده احساس واضح جدا وعنده شعور واضح جدا، بس هو ما بيبقاش عنده النضوج اللي بيعرف يميز الاحساس والشعور ولا يعبر عنه طبعا، لكن هو بيشعر، وبالتالي المرض بيحصل، المرض بيحصل مع الشعور، مع الشعور. انا ليه عم مريض سكر وبحبه جدا، وهو كمان بيحبني، والتعامل معاه صعب جدا لانه حساس الى درجه اختراق مشاكل، ازاي اتصرف معاه؟ لو بتحب عمك او بتحبي عمك مريض السكر، رجاء عامليه بحب، حب واهتمام، وما تنتقدهوش، ما تنتقدهوش، ما تقوليش عليه، ما تقوليلوش اي كلمه هو قد يستقبلها على انها نقد او احراج، هم حساسين جدا للنقد والاحراج والهجوم، ولو حتى بالهزار حساسين جدا جدا، حساسيه مفرطه، فانت احترمي هذا الحال وما تحرجوش، حتى هزار قدام الناس او هزار شديد شويه بينك وبين بعض ممكن جدا يبقى مش مقبول يعني. السؤال اللي بعديه، هل يوجد فرق بين مشاعر مريض السكر نوع اول ونوع تاني؟ في فرق بين مشاعر مريض السكر نوع اول ومشاعر السكر نوع تاني، لان بشكل عام يعني انا مش هخش بالتفصيل، بس مريض السكر من النوع الاول تركيزه كله على انه يثبت لنفسه ان هو يستحق اهتمام الاخر ويستحق ان الاخر يتمسك بيه، بينما مريض السكر من النوع التاني غالبا قرفان من اللي حواليه، عنده قرف وفي نوع من ال يعني قرفان، مستنكر للجو اللي هو فيه، مش عاجبه الجو اللي هو فيه، بينما مريض السكر من النوع الاول عايز القبول، انه عايز قبول اللي حواليه وعايز اللي حواليه يقربوا منه ويستوعبوه ويحبوه. السؤال بعديه، شكرا جدا يا دكتور على كل ما تقدمه، ربنا يبارك لك. انا مريضة سكر، او ربنا يبارك لك، انا مريضة سكر نوع تاني، والشعور الغالب عليا هو اليأس، هل ممكن تفيدني كيف اتخلص من اليأس؟ السكر من النوع التاني طبعا، المرض ده اليأس مرض بيصاحب كل الامراض، بس طبعا هو واضح جدا في السكر من النوع التاني، وحضرتك هنتكلم في السكر من النوع التاني بشكل مفصل، ويبقى في اسئله ممكن نتكلم فيها بشكل مفصل ان شاء الله في الثلاثه الجاي، لا اللي بعدين. انا تجاوزت، معانا مداخله، اتفضل. معانا مداخلة، اوكي. انا تجاوزت ارتفاع السكر عند تصحيح هذا الشعور، بس اتقلب الى نزول السكر، هبوط حاد طول اليوم، فما هو الشعور المسؤول عن هبوط السكر، وكيف نعمل تكافؤ لكي يتوازن السكر؟ ده سؤال جميل وحقيقي، وانا عاده ما بحبش، مش ما بحبش، ما بخشش فيه عشان ما لخبطش الناس. السكر من النوع الاول ممكن يقلب سكر من النوع الثاني، والسكر من النوع الثاني ممكن يقلب سكر من النوع الاول، فاللي هو الاستاذ او الاستاذه اللي بتسال السؤال ده، هو ازاي ان هو سكر من النوع الاول وبيقلب سكر من النوع الثاني؟ لان السكر من النوع الثاني مشاعره ما هيش مشاعر السكر من النوع الاول، بس حقيقه الاثنين مرتبطين بنفس المجموعه الشعوريه، وبالتالي مريض السكر من النوع التاني زي ما قلت لحضراتكم هو عنده قلق، عنده حساسية مفرطة ان هو يتشاف في موقف، او يتشك ان هو قليل، او ان هو مش يعني مش عايش المكانة بتاعته، ومش عايش القيمة بتاعته.
فأي مظهر أي مظهر قد يظهر أو قد يعطي انطباع بأن هو بيشوفه إن ده إن أنا لا يمكن أن أكون على المستوى الضحل ده أو الضعيف ده، بالنسبة له مزعج وبيسبب هبوط السكر. وحضرتك إن شاء الله في الحلقة الثلاثة اللي بعد الجاي هنتكلم كتير عن السكر مرة تانية. أرجوك يا دكتور تكلم عن سكر الأطفال، إنهم يعانون ما يعانون من الحرمان، وخاصة حرمانهم من الحلويات، وهذا ما يؤثر عليهم سلبا وتسوء حالتهم عندما نحرمهم منها، ونشعر بالذنب إذا أعطيناهم ولو شيء بسيط منها. وهلا نحن في حيرة ولا نستطيع السيطرة عليهم. دي مشكلة. طبعا لما بتقول سكر الأطفال هي غالبا بتقصد سكر من النوع الأول. فالسكر من النوع الأول، طفل السكر من النوع الأول هو مشكلته الأساسية اللي هي السكر النوع الأول، الشعور اللي وراه إن هو عايز دايما يشعر إن هو النجم، عايز يشعر بالنجومية، عايز يشعر إن الكل اللي حواليه مهتمين بيه. وذلك نصيحة للأمهات والآباء وأمهات وآباء طفل السكر من النوع الأول، ادوله اهتمام، ادوله اهتمام عالي جدا، وفي نفس الوقت يا ريت يحضر برامجنا. مريض الطفل مريض السكر من النوع الأول فرصه في التشافي عالية جدا، فرصه في التشافي بأن هو أما بيدرك مشاعره، فرصه في التشافي عالية للغاية، عالية للغاية. وبالتالي لو ممكن يحضر معانا، احنا هنعمل شوية برامج وهنعمل يعني على الأقل حتى اسمعونا هنا في واحنا بنتكلم، وفي فيديوهات كتيرة على فكرة، في بلاي ليست فيها كلام كتير قوي عن السكر من النوع الأول، هربطوها بالفيديو، أرجوكم اطلعوا عليها، وفيها كلام كتير جدا عن السكر الأطفال والسكر النوع الأول للكبار، فأرجوكم اسمعوها. في شوية فيديوهات جميلة جدا جدا بتتكلم عن هذا الموضوع، فرجاء حضراتكم اتفرجوا عليها هتفيدكم كتير. ولو في أي أسئلة ابعتوني. مبدئيا مع الأطفال مهم جدا استيعابهم بحب، وفي نفس الوقت تنبههم إن أنت نجم من غير حاجة، أنت مش لازم تظهر نجوميتك. هم طبعا بينكروا وهم صعبين شوية بتيجي، بس مهم جدا انت نجم بانك انت نجم، مش انك انت لازم الاخر يعترف بيك ويقر ان انت نجم ويقول ان انت نجم وعظيم او ان انت المتميز، او ان انت كنت في الجلسه دي انت كنت اشطر واحد، ولا في اللعبه دي انت كنت اكثر واحد بتعرف تلعب. دايما بيحبوا قوي يبانوا ويظهروا، فنبهوهم ان هم قيمه، وان هم مكانه، ان هم لإنسانيتهم، مش إن هم بيفوزوا بالألعاب. من أين أتت هذه العلاقة يا دكتور؟ وأي الأبحاث؟ السؤال ده بتسأله كتير أوي، الأبحاث والشغل اللي ورا هذا الكلام. الشغل اللي إحنا بنعمله ده مبني على أبحاث، بدايته الأساسية أبحاث وشغل عالم ألماني اسمه جيرد هامر، هو اللي حط أسس هذا العلم وعلاقة المرض بالمشاعر. وده موجود عالم مشهور جدا جيرد هامر. وانا باخد انا بقالي شغال بشغل جيرد هامر بقالي 12 سنه، وانا نفسي طورت الشغل ده وعملت الشغل ده كمان بعد شغل جيرد هامر. ألو ألو فالطب بشكل عام علم ألو بيسموه علم سريري. يعني ايه سريري؟ يعني ممكن جدا، انا طبعا ما عنديش طاقه الماديه ولا الامكانيات اللي تخليني اعمل ابحاث. وان احنا بدانا، أنا أتمنى إن السنة دي يبقى أول سنة نقدر نطلع فيها أوراق علمية وأبحاث، لكن طبعًا برضو مش هنقدر، إحنا مش جامعة مثلًا ولا مركز بحثي. إحنا عيادة، عندنا عيادة بنشتغل، فالشغل اللي إحنا بنعمله اتعلمنا منه كتير وبنطبقه وبنجيب منه نتائج، ونتائج عالية. وحضراتكم في البلاي ليست اللي إحنا هننزلها هنلاقي إن في أستاذة في كلية الطب أو في كلية الصيدلة، مش فاكر، مش عايز أقول أسماء يعني، بتتكلم بوضوح عن إزاي هي حضرت معانا برنامج علاج السكر من النوع الأول، وإزاي إن هي اتنقلت نقلة كبيرة جدا في علاقتها بالسكر، وفي مشاكل السكر اللي هي كانت بتعاني منها،
واتنقلت نقله كبيره جدا ألو، وعظيمه، السلام هتلاقي عليكم. جت ده اللي انا فاكره في الموضوع ده. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم، اهلا بيكي. أنا سعيد إني دخلت معك يا دكتور. الله ربنا يحفظك، انت بتشرفيني. وعندي سؤال يا دكتور. اهلا بيكي. أنا في حملي السابق كان معي سكر حمل، ايوه والحمد لله الطفل يعني جاء سليم ما معه سكر. أختي كانت الحمد لله. حامل وما جاها سكر حمل، وجاها الطفل مريض بالسكر، وهو في يعني من أول ما ولد هو مع السكر. يعني نعم إيش اللي يخلي الطفل يعني الأم هي اللي تتصاب؟ يعني المفروض بالسكر كيف السؤال بتاع الطفل يعني؟ حضرتك، ليه انا جالي سكر حمل وابني ما جالوش، وليه هي جالها أيوة سكر حمل وابنها أيوة جالي؟ أيوة وأنا الآن حامل وخايفة إنه يعني يصير يعني نفس يعني المشكلة. الآن حاليا أنا حامل وما معي سكر حمل. طب ف خليكي معايا كده، ما تقفليش، خليكي معايا. سكر حمل يعني ايه؟ سكر حمل معناه ان حضرتك اثناء الحمل بقيتي قرفانه جدا، بتقرفي وحاجات كتير، بتقرفي منها وبتشمئزي منها، تقرفي منها ومش حابه حاجات كتير بتاع، او في حاجات معينه او كثيره ما اعرفش بتحصل، وانت مش عايزه ان الحاجات دي تبقى قريبه منك، او الحاجات دي تشوفيها، او الحاجات دي تتعاملي معاها. الكلام ده مظبوط؟ صراحة ما أتذكر، بس أتذكر إنه كانت يعني فترة الحمل كئيبة، بس ما أتذكر بالضبط يعني إيش كان يعني ايه فيها. اكتر حاجه كنت بتقرفك وانت حامل؟ بصراحة ما في شيء يعني يقرفني، بس يعني أتذكر إنه أما ما تقول قلتيش لنا مثلا ولدت. في حاجات معينه بتقرفي منها تاكليها، هتقرفي منها لا تشميها، لا هتقرفي أبدا منها تشوفيها؟ أبدا ما كان عندي مشكلة، بس أنا ما سمعتك تتكلم عن السكر، انه مريض السكر بيبذل مجهود علشان انه يشعر بانتمائه. انا كنت في ايوه ذيك الفتره في حاله خمول وبابذل مجهود يعني في البيت علشان يعني عشان عيالي وزوجي انه ما اخسرهم، فهمني؟ انت خايفه جدا تكسريهم. ايوه، فكنت بانيه صوره معينه اني اكون ام وزوجي عشان ما اخسرهم او اخسر الانتماء هذا. ما طب فكرت كنت بعمق عن بتعملي كده. ايه مثلا لو ان البيت مش نظيف، تشعري بايه؟ ما أتذكر الو، صراحة، أي ما أتذكر يعني صراحة يعني، لو مثلا بس كنت لبس أتذكر الولاد، إني لا كنت يعني تو تذكرت، كنت أقرف يعني من ريحة الملابس حتى لو كانت نظيفة، ايوه وأقول لهم فيها لو ريحة يقولوا لي ولادك لا ما مش في. لابسين ملابس نظيفه كنت تقرفي جدا. لا لا، إنه أنا أشم ريحة في الملابس حتى بعد ما أغسلها، حتى الملابس اللي أنا فانت لبستها بشم فيها ما ريحة تستحمليش تشم ريحه في الملابس. ايوه، او الريحه هذه مو شمها الا انا، اقول لهم ريحه يعني جميل الملابس جميل مغسوله. جميل جدا. هسألك ايوه اقول سؤال، عايزك ترجعي للفترة دي، الريحة اللي مش حلوة دي، الريحة اللي مش لطيفة اللي في الملابس دي، معناها ايه عندك؟ معناها ايه؟ ما اعرف، بس ريحه عرق، وهي اصلا ما فيها ريحه عرق، بس كنت مش اشمها مهم واقول اللي مش حولي. مهم ايه مش مهم مش مهم ان هي فيها ولا ما ريحه فيهاش. مقرفه، ريحه مقرفه. الريحة المقرفة دي معناها عندك ايه؟ مش قذارة معناها يعني. ما يصحش، عيب، ما أيوة. ينفعش يبقى الملابس بالريحه دي. أيوة صحيح. هو ده القرف والاشمئزاز اللي بكلمك عنه. طيب الإشمئزاز هذا دكتور إنه ما حد شم هذه الريحة إلا أنا، هذا يعني اللي مش ما قالت هو ده لي. القصه، لان الريحه انت كده بتاكدي لي اللي انا بقوله، لان الريحه دي حقيقه ممكن تكون مش موجوده، بس انت اللي قرفانه لوحدك فبتشمي روائح مش موجوده. صح فعلا، حتى في الأكواب وفي الأشياء اللي أنا أكل فيها كنت أشم يعني ان وأقرف. عندك حساسيه مفرطه تجاه النظافه. طب كيف أتخلص دكتور من هذا الشيء؟ ايه لأني أنا يعني، حامل صح ولا وحاليا مش صح؟ كيف الحساسيه دكتور؟ المفرطه تجاه النظافه صحيح؟ لا ما هي صحيح صراحة يعني. امال تشم ريحه دي بتعملي ايه لما تشم ريحه كوبايه مش نظيفه؟ بتحسي بايه؟ بحس بتشربي انه منها؟ ما ابغى اشرب فيها، اغسلها كثير يعني. بس يبقى عندكيش حساسيه تجاه النظافه؟ ايوه انت عندك حساسيه مفرطه تجاه النظافه. طب ليش بفترة الحمل؟ بالفترات العادية ما عندي هذه المشكلة يعني.
لا في الفترة العادية هي موجودة بس ضعيفة، مع توتر الحمل بتعلى عندك. طب يعني وكيف كان دكتور موجود يعني؟ حتى مش حتى مش أثناء الحمل، بس بيبقى موجود ضعيف مع هو توتر مع الحمل وتوتر الحمل، وانت بتبقي قلقانة جدا على مكانتك الاجتماعية في الحمل. يعني الحمل عندك معناه ايه؟ ما أعرف صراحة يعني، ما فكرت. هقول لك معناه ايه؟ معناه انك هتجيبي بيبي كمان ومسؤولية زيادة وجهد اكتر، وانا مش صحيح، هعرف ايوه اقوم بواجباتي ناحية ولادي. صحيح، ايوه فعلا صح. وبالتالي الهدوم هيبقى ريحتها مش نظيفة، والكوبايات هتبقى ريحتها مش نظيفة، والمكان مش هيبقى نظيف، وده فضيحة. ما يصحش ان انا اعيش حاجة بالمنظر ده. صحيح بالضبط دكتور. طيب هو كيف ده دكتور يعني، السكر، هو ده سكر الحمل حضرتك. طب كيف يعني اتصرف، يعني انتبه للشعور مثلا، او اتبنى اذا ما شعرت هو بهذا ده الاحساس؟ انا كده نبهتك ليه. اما ان شاء الله انت حامل، ايوه ربنا بيقومك بالسلامة. بالفترة انتبهي الاولى بقى، يعني. ربنا بيقومك بالسلامة ان شاء الله، موفقة ان شاء الله تمام حضرتك. انتبهي اما تبدأي تشم الروائح دي، انتبهي انك انت قلقانة وخايفة انك انت بالبيبي الجديد والطفل الجديد تفقدي مكانتك الاجتماعية وتفقدي صورتك الجميلة اجتماعيا. صحيح، اني يعني ما اقدر اسوي الواجبات الاجتماعية لما يكون الطفل صعب. ايوه الله يفتح عليك. انتبهي ان ده مش حقيقة، تمام انتبهي صح، ان ده مضر ليا، وانتبهي ان ده مش حقيقة. وحتى لو قصرت مرة ولا اتنين مش هقصر على طول، صحيح دكتور. طب خدي عندي الموضوع سؤال ثاني. ببساطة لانك مش واخدة الموضوع ببساطة. صحيح، طب عندي سؤال ثاني دكتور. طيب هل الام اما يكون عندها اكملك بقى الشعور، على اختك. ايوه هي هو السؤال ده عن اختي، ايوه ليه بقى ابن اختك جاله سكر من النوع الاول؟ ما أعرف والله. لان مشاعر اختك اشد من مشاعرك. أختي طفلها إنه البنكرياس ما يشتغل كامل حق الطفل لا يبقى خمسين. مشاعر اختك اعنف بكتير من مشاعرك. اختك أختي كان أي أداء، أختي كان في بينها وبين زوجها مشاكل، وكانت قرفانة يعني من زوجها، وهي اتطلقت أصلا. ممكن يكون هو السبب هذا؟ ما هو اكيد، بس هي مش الفكره انها مش من شكل، مش فكره المشاكل، هي اتطلقت من جوزها عشان هي قرفانه منه، صحيح، زي ما ايوه انت قرفانه من الكوبايات كده وريحه الملابس. فهي تلاقيها صح كانت بتشم ريحته وحشه، شايفاه وحش، قرفانه من شكله، مش طايقاه. صحيح فعلا صحيح. وطب على اي اساس ان الطفل اخذها؟ كانت اشد يعني؟ لان بالظبط كده مشاعرها كانت شديده جدا، حاده للغايه. هي كانت حادة فترة الحمل اتذكرها يعني، نعم هي كانت حادة فترة الحمل يعني بالظبط اذكرها يعني. بالظبط. وبالتالي مهم جدا ان حضرتك تنتبهي وتنبهي اللي حواليك كلهم، الستات الحوامل، ان هم يعني ينتبهوا ان هم يحافظوا على مشاعرهم، لان هم بيأذوا نفسهم وبيأذوا اطفالهم البيبي اللي في بطنهم. تمام. طب دكتور، حتى الروائح المشمئزة الواقعية مثلا زي غسيل الحمامات الله يكرمك، ودي الأشياء ممكن تسبب يعني فترة الحمل إذا هي كان ما في بتسببش، اشمئزاز. انت اللي عندك حساسيه مفرطه لان للقذاره، ان الحاجه القذره ما ينفعش. فعلا القذاره دي تكون في بيتي او حتى اشوفها، حتى ما ينفعش. فهمتيها ولا لا؟ لا فهمتها، فهمتها كويس. فهي الفكره كلها انك حتى لو انك انت حتى افترضي ان الملابس فعلا ريحتها وحشه، تدرسي تاني ايه اللي حصل يعني؟ أنا ممكن ليه ليه أغسلها أكثر من مرة، كان في عندي وسواس أغسلها وأستخدم يعني داوني وأشياء عشان أغير الريحة، بس ما كان في فايدة، كنت أشم. ما هو المشكلة بقى ان حضرتك مش ان حضرتك قاعدة مشغولة جدا ان وخايفة على صورتك. مجرد ما هتكوني في سلام مع صورتك مفيش مشكلة ان الملابس تبقى ريحتها وحشة، تلبس تاني والدنيا هادية ولذيذة، هتلاقي مفيش مشاكل. ايوه انت بتزودي حدة الاضطراب عندك. انا معك دكتور، بس احيانا انا اشم فيها نفسها يعني الملابس، وانا لابستها تكون نظيفة وتوي لابستها اشم فيها الريحة هذه، ما اعرف كيف يعني. أولي. لا سهلة، لأن حضرتك خايفة جدا حد يشم فيك ريحة. صح ايوه أنت عندك حساسية مفرطة إن حد يشم فيك ريحة.
وفي الغالب حضرتك في عيلتك المنطقه اللي انت عايشه فيها عندهم احساس عالي جدا بالروائح، فبيبقى بيتكلموا في الموضوع ده كتير، فلان ريحته وحشه، فلانه ريحتها وحشه. ايوه صحيح فعلا. فانت عندك حساسيه مفرطه، انتبهي ان مش عيب ان تكون ريحتك وحشه او هدومك ريحتها وحشه، صلحيها وظبطي حياتك، ما تتعقديش الدنيا. تسلمي يا ست الكل، تمام ربنا تمام يخليك. شكرا لك يا دكتور. اهلا بيك، اهلا بيك. معانا مداخلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أهلا أستاذ، سعيدة بالكلام معك أستاذ. أنا والله اللي سعيد بالكلام معاكي، أهلا بيكي، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك أستاذ. دكتورة أسألك على حالة والدي، نعم. 77 سنة، هو رجل يميني، عنده 7 سنوات، حوالي 7 سنوات أصيب بالسكري وكان معتمد على الأقراص فقط. مؤخرا مدة عام انتقل، اقترح عليه الدكتور أنه ينتقل إلى الأنسولين لحماية الكلى، لأن الكرياتينين عليت. ما هو سبب شعوري؟ الكرياتين عالية، هل كانت في ريحة وحشة من بق والدك؟ أحيانا أشمها، نعم أحيانا. والدك زهقان من نعم. الناس. هل ممكن يكون بعد وفاة أمي عندها 3 سنوات عاد الزواج مرة أخرى؟ هل ممكن عنده علاقة مع الزوجة الثانية ممكن، يعني؟ الله اعلم، بس هو قرفان من الناس، مش عايز حد يقرب منه. وش ايه العلاقة مع الكلى بالضبط؟ السبب الشعوري الذي انا ما يربط اعرفش بين حكايه الكلى دي، ما اعرفش، بس هو طالما ان عنده سكر وقلب سكر من النوع الاول وعمل بيعمل ريحه وحشه من بقه، فهو قرفان من الناس جدا نعم وزهقان من الناس جدا، وبعدين وفي نفس الوقت هو حاسس ان هو بيبذل مجهود رهيب علشان يحافظ على شكله وصورته ومش قادر، تعبان الرب. صح. فاهتموا بيه، اهتموا بيه وحبوه كده، وادوا له رعاية كويسة كده، الله يبارك فيك. إذا بالنسبة للكلى، ما هو السبب الشعوري الخاص بها؟ ما هل عنديش هناك فكرة علاقة؟ تشخيص الدكتور للكلى ايه، انا مش مقتنع بالتشخيص اصلا، مش مقتنع بالتشخيص ده. ما شعوريا ليس هناك علاقة بين السكري لا والكلى. لا ما لا 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 ما بقولش كده، بس انا مش مقتنع بالتشخيص، عشان كده مش عارف اجاوبك. نعم أستاذ. أستاذ سؤال ثاني من فضلك، هل ممكن مع الدعم النفسي يشفى تماما من السكري؟ والله ممكن، نظريا ممكن، بس هل والدك عنده استعداد في المرحلة العمرية دي وفي نفسيته اللي هو فيها دي ان هو يعني يعلى بنفسه؟ في السن الكبير ده في بعض الناس بيبقوا ماهرين جدا، بس في ناس كتير ما بقاش عندهم الرغبة، بيبقوا استموتوا خلاص. نعم، هو في الحقيقة متمسك بالحياة، متمسك بأولاده، ممكن لما العيلة تأثر عليه، عنده ابن انتقل إلى ألمانيا، ممكن هذا الشيء أثر جدا على ممكن، نفسه. جدا ممكن، وزي كلكم تلموا حواليه، كلكم حبوه اهتموا بيه، دي اكبر خدمه ممكن تعملوها له. هو بيحب قوي اللمه وبيحب الناس، وشويه أكيد زهوق، صح، شويه زهوق، أكيد فطولوا بالكم عليه. أكيد أكيد. نعم، بارك الله فيك أستاذ، جزاك الله كل اهلا بيك، خير، ربنا اهلا بيك، يحفظك. اهلا صح بيك، ربنا يبارك فيك. طيب هنا فاضل لنا 3 دقائق على نهاية البرنامج، فالبرنامج إن شاء الله في دبي أظن ده هيبقى أطول من كده، ممكن يكون ساعة ونص أو أكتر. البرنامج على الهواء أنا بعمله بيبقى ساعة، فأنا بشكركم من قلبي، بشكركم، وسعيد جدا إن أنا رجعت تاني أتكلم معاكم. وبالنسبة للسكر النوع الأول، اهتموا جدا، انتبهوا لنفسكم، نصيحة، انتبهوا لنفسكم، انتبهوا إن أنا مش لازم احط كل طاقتي في اني اعجب الاخر، ومش لازم احط كل طاقتي ان الاخر يشوفني في احسن صورة عشان ما يستغناش عني وعشان يتمسك بيا. انتبهوا ان انا احط كل جهدي في اني اهتم بيا انا، واقدر نفسي، واقدر اللي حواليا، مش هشتري
الاخر واشتري تقديره ليا واشتري اهتمامه بيا. اشكركم يا جماعه، اشكركم من كل قلبي، ونراكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. وما تنسوش تبقوا معانا الاسبوع الجاي، هتبقى من دبي، هيبقى لايف وهيبقى معانا وقت اكتر من كده ان شاء الله، وهيبقى اسئله عامه، هيبقى برنامج مش في السكر بس، هيبقى في اسئله عامه. اللي عايز اسئله في السكر من نوع تاني هيبقى الاسبوع اللي بعديه ان شاء الله باذن الله. اشكركم من قلبي، ونراكم على خير وفي حفظ الله.